نبدا قبل ما نهضر على الشخصيه ديالي نهضر بعد على التعاون ديالي مع دريس الروخ لقاش دريس الروخ واحد المده ما تعاملناش ما تعاملناش في في التلفازه ودريس الروخ البدايات ديالي ولا غنقول البدايات ديالنا انا وياه بجوج كنا اونصومبل لقاش دريس الروخ الخريج ديال المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الفوج السادس انا الفوج السابع دونك ملي كان باقي هو في الدوزيام اني لنا الاخراج لواحد المسرحيه فصيلة على طريق الموت ونفس السنه الاولى من تما بدات العلاقه ديالي دي بدريس الروخ وشتغلنا في المسرح الكثير وشتغلنا في التلفزيون عاوتاني اكثر وواحد المده ما اشتغلناش جات هذه الفرصه هذه ديال السلسله البوليسيه باك يمكن نكونوا اخترنا انا وياه بجوج باش عاوتاني نتلاقاو في هذه التجربه هذه دريسه نعرف بان فاش يختار شي دور ليا تيعرفني شنو تنسوا وتي وتيختار لي الاختيار الجيد والجميل الدور ديال ياسين هو الدور ديال واحد السيد اللي غنقولوا مع بغينا نسميوها نكبروها مع البارتي غونغ البارتي المافيا نقوله ان بيرسوناج رغم ان تتبان في واحد لا ساجيس ورغم انه هو الاخ الاكبر ديال واحد الاخ ديالو رشيد ولكن متهور مندفع تنجاوب كون تنفكر باش ما نحرقش المسلسل دور جميل وجميل جدا فيه بوكو داكسيون فيه بوكو ديموسيون فيه بوكو دو غولاسيون لا مع مو لا مع خوه لا مع الناس اللي تيخدموا معاه ولا حتى مع الجانب الاخر ديال البوليس اللي كاينين فاش نهضروا اوتونك اكسيون ايموسيون أه تنتمنى النجاح لهذا العمل آه وتنقول بانه واحد تجربه جديده ولا معالجه جديده ديال الافلام البوليسيه اي اد دو فواغ ريزولتا لا رياكسيون ديال البوبليك اي دون لو ديال ياسين انضم لنا الان واشترك في القناه للحصول على صدى اخبار مملكتنا